سوا أبواب الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم أبواب الخير على راديو مصر، ومعكم عمرو الليسي. للتواصل مع البرنامج على رقم 25785893. عايز أقول لكم إن كل اللي ربنا بيختاره ليك هو خير ليك، حتى لو كان ده ضد رغبتك أو حلمك. كل اختيارات ربنا خير، حتى وإن كنا مش فاهمين أسبابها. فالمريض المرض خير لي، والمعافى الصحة خير لي، والفقير الفقر خير لي، والغني الغنى خير لي، وكل من حرم من شيء خير لي. لن تجد أجمل من اختيارات الله لحياتك، كلها في صالحك وانت ما تعرفش، لأن كل الخير في تدابير الله. علشان كده قول بقلب راضي: رضيت يا رب، رضيت يا رب، ولا تكره شيئا اختاره الله لك. فعلى البلاء تؤجر، وعلى المرض تؤجر، وعلى الفقد تؤجر، وعلى الصبر تؤجر، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. تعالوا ناخد أول مكالمة وصلت لنا النهاردة. مساء الخير يا دكتور عمرو، إزاي حضرتك؟ عامل إيه؟ أنا اسمي رشا كمال صديق، والدة العروسة إيمان خالد عاطف، وأنا نفسي أكلم حضرتك في برنامج أبواب الخير، وتنبي لي طلبي، ونفسي أكون يعني من الناس اللي حضرتك بتعمل معهم الخير، وربنا يجعل حضرتك في الخير دايما. زي ما سمعنا المكالمة من الأستاذة رشا كمال، يا ريت حد يكلمها لنا لو سمحتوا. ألو، السلام عليكم، أكلم الأستاذة رشا كمال. مين حضرتك؟ طيب، أنا عمرو الليسي من برنامج أبواب الخير على راديو مصر. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ عمرو. أهلا بحضرتك، أنا متشكرة جدا لاتصال حضرتك، وربنا يطرح فيك الخير يا رب، ويجعلك دايما في الخير. وأنا فرحانة جدا أن أنت اتصلت بي، أنا مش مصدقة أن أنت اتصلت بي. أنا عمرو الليسي والله، إزيك وإزاي صحتك؟ يا رب تكوني بخير. إحنا حالا لسه زايعين رسالتك وسمعناها. احكي لي بقى يا استاذه رشا، حكايتك ايه وطلباتك ايه؟ انا كان طلبي حضرتك ان انا تساعدني في جواز بنتي، لاني انا ارمله ومعايا 5 اولاد، وانا بنتي مش قادره ان انا اجهزها. هو طلب انك كنت حضرتك تساعدني يعني في ايه، في جهاز بنتي، لان انا بصراحه انا مش قادره ان انا اجهزها لوحدي. طب ظروفك ايه يا استاذه رشا؟ حضرتك انا معايا 5 اولاد وجوزي متوفي، وانا ممرضه، بس ايه حضرتك يعني دخلي بسيط، دخلي ما مش قادر ان انا اجهز حتى في المعيشه. والله انا ماشيه بالعافيه، بس هعمل ايه؟ فانا عايزه حضرتك تساعدني في جواز بنتي وكده، وانا عارفه ان حضرتك بتعمل خير في يعني مش مصر بس، في جميع البلاد، وبتساعد الناس مش في الجواز بس، انت بتساعد يعني على العاميه، بتساعد في كل حاجه. فانا حضرتك عايزك تساعدني، لان انا بصراحه مش قادره اجهز بنتي، ويعني ودي عقبة كبيرة قدامي، وبصراحة أنا مش عارفة أعمل إيه. أنت جوزك توفى من إمتى يا رشا؟ أنا جوزي متوفي دلوقتي شهر 3، يبقى 4 سنين. فاكرة يا رشا يوم الحادثة حصل إيه بالظبط؟ والله هو حصل له حادثة حريق، وحادثة الحريق خدت كل حاجة في البيت، بس أنا يعني بحمد ربنا إن هي جت على كده، وبصراحة يعني جوزي خلاني احتجت الناس كتير جدا. فانا اول حد قال انه ممكن يفتح لي بابه ويساعدني بجواز بنتي حضرتك، فانا جيت بناء على ان انا بشوفه في التلفزيون من حضرتك بتساعد الناس، وبسمع حضرتك في الراديو وفي التلفزيون، والناس كمان كتير بتقابلني وبتقول ان استاذ عمرو بيساعد، فروحي له. فانا بصراحه لما كده رحت يعني قدمت الورق، وقلت يعني ايه، اتكل على ربنا وعلى حضرتك. وانا والله بص بعدي بظروف صعبه جدا، بس انا يعني هعمل ايه، انا مش بايدي حاجه، فقلت اروح والجأ لحضرتك طبعا بعد ربنا انك تساعدني في جواز بنتي، لان بصراحه انا مش قادره اجيب اي حاجه. مكتوب كتابها من قد ايه ايمان؟ مكتوب كتابها 3 يوم العيد الصغير، العيد الصغير بتاع رمضان ده اللي فات، ومفروض ان هي عندها 20 سنه، ما كملتش لسه 20 سنه. طب قولي لي بعد اللي حصل، انت ساكنه دلوقتي فين؟ انا ساكنه في روض الفرج، انا ساكن جزيره بدران في الايواءات فوق. طيب يا رشا ان شاء الله عينيا الاثنين ليكي والله، يعني انت
والله مش عارف اقول لك ايه، ربنا معاك ويقويك يا رب ويكبر بخاطرك. احنا ان شاء الله هنقدم لك هديه بسيطه من ابواب الخير، جهاز عروسه، وربنا يفرحك ببنتك ويسعد قلبك بيها يا رب، وتفرحي باولادها ان شاء الله باذن الله. شكرا يا دكتور عمرو، والله انا مش مصدقه نفسي ان حضرتك هتساعدني، وربنا يا رب يديك الصحه ويجعلك في الخير. وانا مبسوطه جدا من اتصال حضرتك، ولو ساعدتني انا هجوز بنتي في اقرب وقت، لان كان مطلوب مني ان هي تتجوز في العيد الكبير، وانا يعني ما قدرتش ان انا اجيب اي حاجه ان هي تتجوز. ربنا يبارك لك يا دكتور عمرو، وانا ما كنتش متوقعه كده، وانا متشكره جدا جدا ليك. وبصي انا مش عارفه انا اشكر حضرتك قد ايه. وعايز اقول للساده المستمعين الكرام، اي عريس او اي عروسه واقفين على جهاز برنامج ابواب الخير تحت امركم، وان شاء الله باذن الله نعمل لكم ونبعت لكم الجهاز لغايه عندكم. نطلع لفاصل يلا، ونرجع نواصل برنامجكم ابواب الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. نفتح سوا ابواب الخير، نفتح سوا ابواب الخير. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم ابواب الخير على اذاعه راديو مصر، معاكم عمرو الليسي. ومعنا على التليفون السيد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعيه الاورمان. سيد اللواء اهلا بحضرتك، واسمح لي أسألك عن جمعية الأورمان. وعرفت أنها وزعت مبالغ مالية على المرضى غير القادرين، مرضى الفشل الكلوي في محافظات أسوان وأسيوط وسوهاج والمنيا والفيوم. ممكن تكلمني أكتر يا فندم عن هذه التفاصيل؟ أستاذ عمرو السلام عليكم، ازاي حضرتك؟ من البرنامج الجميل والإحساس بتاع كل إنسان بمريض الفشل الكلوي، وقد ايه بيعاني، وقد ايه بيبقى ممكن يأخره عن شغله، وقد ايه بيأثر على يعني الراتب الشهري. وطبعا من هذا المنطلق يا استاذ عمرو، فعلا يمكن الاورمان تبنت هذه الحمله، حمله توزيع دعم نقدي على فشل المرض الكلوي باذن الله. وفعلا الحمد لله ابتدينا كنا محافظات الاقصر والمنيا وبني سويف، يعني يا رب تبقى في جميع المحافظات. ودي الحقيقه يعني بالاشتراك مع بيت الذكاء الكويتي، ومشترك مع متبرعين مصريين في كل مكان حقيقي فعلا. وتم توزيع مبالغ نقديه يعني بتصل ممكن 2000 جنيه للمريض الفشل الكلوي دوت في هذه المحافظات. بنقول له دوت يعني دعم صغير ليك، دعم نقدي عشان تقدر تواجه برضه اعباء الحياه، وتواجه ان شاء الله هذا المرض. وربنا يشفي كل مريض في انحاء مصر، ويقدرنا ان شاء الله رب العالمين على كل مساعده من مصري الى مصري في كل مكان ان شاء الله. بشكر جدا اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعيه الاورمان. قيل لسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ايهما افضل، العلم ام المال؟ فاجاب: العلم افضل. فسالوه: وما الدليل؟ قال: لان المال انت تحرسه، والعلم يحرسك، لان لصاحب المال اعداء كثيره، ولصاحب العلم اصدقاء كثيره. لأن المال إذا تصرفت فيه ينقص، والعلم إذا تصرفت فيه يزيد. لأن المال يخشى عليه من السارق، والعلم لا يخشى عليه. لأن المال يندثر بمرور الزمان، والعلم لا يندثر ولا يبلى. لأن المال يقسي القلب، والعلم ينير القلب. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. معايا النهاردة نموذج جميل جدا بيعبر عن أجمل وأصدق وأروع حالات التفاؤل، اسمها صبرية عربي. اتحدت كل الظروف علشان تهزم أميتها وتخلي حياتها تنور بعد ما عاشت في ظلام الجهل. صبرية بتعاني من صغرها من مرض شلل الأطفال، كانت عايشة على كرسي متحرك طول حياتها، لكنها قدرت تتحدى كل الظروف الصعبة اللي حواليها من غير مساعدة أي شخص. اتعلمت وخدت شهادة محو الأمية، وبعدها كملت تعليمها لحد ما وصلت للجامعة. لا، وكمان كانت بتعلم أهالي قريتها. الحقيقة إن حكايتها مليانة قيم ومعاني، فيها رسالة جميلة لكل واحدة بتعيش نفس ظروفها. تعالوا بقى نعرف منها الحكاية بالتفصيل. أستاذة صبرية، أولا أنا سعيد إني بكلمك وفخور بيكي، عايز اسالك امتى خدتي قرار انك تكملي تعليمك؟ اهلا وسهلا دكتور عمرو، شرفت بحضرتك. انا ظروفي يعني كنت
الحياة بتاعتي كانت صعبة جدا، لأن أنا يعتبر عشت في تفكك أسري، والدتي ووالدي انفصلوا عن بعض، بعد كده اتربيت لبيت جدتي الأمي، وبعد كده كان جالي شلل الأطفال، وبعد كده وقتي حضرتك يا دكتور عمرو تعبت كتير قوي، ودوني حقنا غلط فسخنت وجالي شلل الأطفال. بعد كده كانوا رافضين ان انا اروح اتعلم، علشان انا كنت اولا بالنسبة لهم معاقة، ما ينفعش ان انا اتعلم، ثانيا ان انا كنت بتربى في بيت غير والدي فخايفين عليا وكده. بس قعدت بقى حوالي 20 سنة بتعالج وألم وعمليات، وانا حابة ان انا اتعلم، وكان عندي رغبة ان انا في التعليم، والحمد لله كنت بتابع البرامج التعليمية في التلفزيون، كنت بحب قوي مسلسل طه حسين، لان كان بيديني دفع للامان، لان كنت شفت حد يعني عنده اعاقه مش شبيهه ليا، بس يعني كفيف، بس يعني شوف ازاي كفيف وقدر يتعلم. طب ما انا عندي عينين، عندي بق، عندي لسان، عندي كل حاجه عندي، ما عدا ان انا ما بتحركش. طيب كان عندي امل ان انا اتعلم، حاولت معاهم في البيت كتير رفضوا. بس بعد 20 سنه بقى والدي توفى، بس برضو مصرين ان انت لا، انت معاقة، ممكن اي حد يضحك عليك، انت ممكن حد يضربك، مش عارف ايه، لا مفيش حاجة اسمها تعليم. في الوقت ده انا كنت بعرف اقرا واكتب قبل ما ادخل للمحو الامي. بعد كده حضرتك يا استاذ عمر، حاولت ان انا برضو اقنعهم ان انا اخش التعليم، رفضوا. فجاء حد من العيلة فبيقول لي نفسنا نعمل معاكي حاجة كويسة تستفيدي بيها. قلت لهم لو عايزين تعملوا لي حاجه كويسه بجد انا عايزه اتعلم، عايزه ادخل معهم الاميه. المهم العيله في القاهره والملاوي واسيوط الصعيد اتجمعوا كلهم وحاولوا يقنعوهم ان انا ايه، ان انا اتعلم يعني وكده. فالمهم دخلت معهم الاميه وهم برضو رافضين، يا دوبك خدت الموافقه بس كده، يعني مش من جوه القلب يعني. فكانت المدرسه جنبينا يعني في الشارع، فكنت بخلي حد يسندني لحد المدرسة ويوديني. فجت أيام الحد اللي كان بيجي ياخدني ويوديني ما كانش بيرضى يجي، فأنا عرفت كده. فأنا ما روحت للمدرسة كانت المدرسات كلها بتحبني، لأن أنا كنت بشرح للطلبة اللي هم زي الكبار في السن اللي ما بعرفش يتعلموا، كنت أنا بشرح لهم دواتي، كنت بوصل لهم المعلومة، فكانت المدرسات حباني علشان أنا بقدر أوصل ده للطلبة. فكانت لازم ان انا اروح، عشان لو اليوم اللي اغيب فيه كل الطلبه تغيب، صبريه مش موجوده يبقى خلاص كده يا استاذ عمرو، مفيش تعليم. طيب ابتدت المدرسات تسال عني، ابتدوا يقولوا البيت لا لازم تيجي معانا، دي ما ينفعش انها ما تجيش. فابتدوا ياخدوني كل يوم المدرسه لحد ايه، لحد الامتحان، امتحنت المحو الاميه وجبت درجه نهائيه في الرياضه، وجبت 78% في العربي، تمام. وبعد كده ايه، خلاص فاضل لك يا صبريه الشهاده لازم تيجي من المنيا، لازم اروح اجيبها انا. طبعا انا ما اقدرش اروح عشان عندي ظروف الصحيه، وكمان اللي معاكي في البيت لا ما تروحيش المنيا، اخرك هنا واتي في المدرسه هنا. طب يا استاذه عمرو اعمل ايه؟ مفيش. قعدت بقى ايه، الدنيا زي ما بيقولوا سودت في وشي، بس لا مش هسكت، لازم احاول مره واثنين وثلاثه. المهم بقيت اروح المدرسه اشرح للطلبه هناك، لحد ما يوم من الايام بالصدفه كده جه العميد بتاع المنيا اللي هو مسؤول عن تسليم الشهادات دي، فالمدرسات والمدرسين حكوا له حكايتي، فقال لا احنا نجيب لها الشهاده بتاعتها لحد هنا وتكمل تعليمها. فالعميد بيقول لي انت عايزه تكملي لحد ايه؟ قلت له اقتصاد وعلوم سياسيه ان شاء الله يا دكتور. راح قال لي انت عارفه يعني ايه اقتصاد وعلوم سياسيه؟ قلت له ايوه يا فندم 100% درجات ان شاء الله. قال لا بسم الله ما شاء الله عليك يا بنتي، وباذن الله ان شاء الله الشهاده بتاعتك تيجي لحد هنا، وهتكوني كمان مشرف معانا هنا في المدرسه على محو الاميه. وفعلا عملوا لي عقد اشراف لحد ما خدت اعدادي وثانوي. كلمينا صبريه عن ظروف مرضك. تمام حضرتك يا دكتور عمرو، انا عملت عمليه اخر مره وانا عندي 20 سنة، عملت عملية بعد ما خدت شهادة محو الأمية، عملت عملية حصل لي فيها مضاعفات جامدة جدا، قعدت 3 سنين رجليا
متحركش من الارض, وفي نفس الوقت العظم مش ملتئم والجرح مفتوح. تمام. قعدت 3 سنين مفيش اي جدوى, وكانت الدكاتره متوقعين لي حاجه من الاثنين, يا اما اتوفى يا اما يقطعوا لي رجلي, لان كان في صديد وحاجات كتيره قوي في رجلي. قعدت 3 سنين نايمه على الارض ما بتحركش نهائي, حتى الحمام ما اقدرش اروحه. كانت جدتي الله يرحمها هي اللي بتعمل لي كل حاجه وانا نايمه, بس كنت تعبانه جدا ان انا كنت رحت عملت العمليه عشان اقدر امشي واكمل تعليمي. طب اعمل ايه يا رب؟ قعدت بقى سلمت امر ربنا. كان حياتي كلها مع القران, اقعد اقرا سوره ياسين دايما. في سوره ياسين كنت اجي عندي الايه اللي بيجي بيقول فيها الله عز وجل سبحان من يحيي العظام وهي رميم, كل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم, والدموع تنزل كده, واقول سبحانك ربي انت قادر على كل شيء, قادر تحيي رجلي بعد ما ماتت, وقادر توقفني تاني على رجلي. وقد كان الحمد لله. بعد 3 سنين ابتديت احط رجلي بس على الارض, احطها بس. برضو قعدت فتره جامده ادويه وعلاج وعلاج طبيعي, وكنت اجي من الامتحان على العلاج الطبيعي على الدكاتره. الجبس قعد في رجلي حوالي 6 شهور في عز الصيف. يعني انا شفت حاجات كتيره قوي الحمد لله, بس ما كنتش بيأس ولا كنت بندم ولا كنت بقول حاجه غير الحمد لله يا رب, ده اختبار منك وان شاء الله يا رب هيعدي ان شاء الله هيعدي. ربنا يكرمك يا صبريه, انا فخور سعيد بيكي ودايما اسمع عنك كل خير ان شاء الله. نطلع لفاصل ونرجع نواصل برنامجكم ابواب الخير على راديو مصر, ومعاكم عمرو الليسي. نفتح سوا ابواب الخير, نفتح سوا ابواب الخير. ورجعنا لكم تاني برنامجكم ابواب الخير على اذاعه راديو مصر, ومعاكم عمرو الليسي. للتواصل مع البرنامج على رقم 25785893 على مدار 24 ساعة. لو حضرتك صحيت الصبح وقدرت تقف على رجليك وفتحت عينيك وشفت كويس وما احتاجتش حد يساعدك تدخل الحمام ولا يغير لك هدومك, لو غسلت وشك وما غسلتش كليتك, لو بصيت على مراتك وولادك ولقيتهم بخير, لو كنت مش مضطر تروح تزور عزيز عليك في المستشفى في حالة خطر, لو مفيش جنبك جهاز بيطنطن عشان نبض او تنفس, كده يبقى يومك عيد. حتى لو كانت العيشة نار, حتى لو كان الشغل قليل, وربنا يكون في عون اللي عنده حاجة واحدة من الحاجات اللي فاتت, ويقويه ويشفيه ويرجعه لصحته وقوته وراحة باله. افرحوا واشكروا نعم ربنا علينا اللي مالية حياتنا. يا رب ليك الحمد على فيض النعم. القرآن بيقول بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم, صدق الله العظيم. والإنجيل بيقول بالشكر تدوم النعم. اشكروا ربنا اللي سترها معاكم طول الوقت وقولوا الحمد لله. ودلوقتي وصلنا لفقرة المفاجآت, الفقرة اللي جميع السادة المستمعين بينتظروها, اللي بنحقق فيها كل أمنيات اللي بيتصلوا بينا. تعالوا نشوف مين بقى صاحب أو صاحبة الحظ السعيد في فقرة المفاجآت. مساء الخير, أنا مرفت محمد. أنا بسمع عنك إنك بتعمل خير كتير ونفسي تلبي لي طلبي. زي ما سمعنا صاحبة الحظ السعيد في فقرة مفاجآت النهاردة ميرفت محمد, ياريت نكلم ميرفت ونشوف طلباتها وأمنياتها. ألو. السلام عليكم, أكلم الأستاذ ميرفت محمد. أيوة, مين معايا؟ أنا عمرو الليسي من برنامج أبواب الخير. يا أستاذ ميرفت إزيك؟ أهلا يا أستاذ عمرو, أنا كان نفسي أسمع صوتك من زمان أنا مش مصدق أن أنت اللي بتكلم. الله يخليك ويبارك فيكي. التليفون نور يا أستاذ عمرو, وانا كان نفسي اكلمك من زمان, انا مش مصدق ان انت اللي بتكلمني. اخبارك انت ايه؟ كويسه. انا عايز اقولك بقى انك انت فقره المفاجآت دي فقره تحقيق الامنيات, اي امنيه عند حضرتك باذن الله ربنا يقدرنا ونحققها لك. قولي بقى طلباتك ايه؟ كان طلبي بس يتعالج ابني, دخله مصحه يتعالج فيها, لان هو بقاله سنتين وشويه بيتعاطى, ونفسي بس يتعالج. ده بس اللي انا عايزاه من ربنا ومنك.
ابني كريم كان شاب زي الفل وكان عايش عيشة حلوة هو ومراته وبنته. أصبح الوقت والله العظيم أصبح الوقت ساب مراته وطلقها وبنته سابها ومش حاسس بالدنيا خالص ولا باللي فيها. يعني كان شاب زي الفل وكان طول بعرض ما بقاش فيه خالص ما بقاش فيه خالص ولا بقى بياكل ولا بيشرب وبقى همه كله بس ان هو يدمن بس. طب احكي لي كده ظروفك يا ست مربت. يعني الست كبيرة عندي 67 سنة وباخد معاش التكافل ويعني اللي ربنا بيقدر الناس عليه بيساعدوني. يعني انا باخد 447 جنيه اللي ربنا بيقدر الناس عليه بيساعدوني بيه. انا كنت طالبة منك بس ان انت تعالج لي ابني ويشفيه عشان يرجع بنته ومراته تاني. البنت اللي هتضيع مع بنت عروسة هتضيع منه وانا مش قادرة اعمل لها حاجة. مش ظروفي مش مساعدة ان انا اعمل لها حاجة ولا قادرة اصرف عليه. انت جوزي كان شغال ايه يا مرفت؟ جوزي كان شغال مبلط وتوفى بقاله 10 سنين متوفى. قولي يا مرفت انت بتشتغلي ايه؟ انا بشتغل عندي دكتور يعني بساعد في عيادة يعني اقدر اعيش انا وابني لان ابني ما بيشتغلش حاجة خالص دلوقتي من ساعة ما ادمن وبقى ياخد عفش بيته كله باعه ما خلاش حاجة. عفش بيتي باعه وعشه وباعه كله ما خلاش حلته حاجة بسبب الادمان. انت ابنك بقاله قد ايه في دوامة الادمان دي؟ بقاله سنتين. صاحب السوق مشي معاهم عالمه من يشرب زيه وكان زي الفل ما كانش بيشرب حاجة خالص ما كانش في اكتر من السيجارة اللي بياخد. حياتي اتبهدلت هو اتبهدل جامد بهدل جامد أو. وكل الناس بعدت عننا بسببه. يعني كل اللي حتى كان بيساعدنا بقاش يساعدنا بسببه. كل الناس بعدت عننا عيلته كلها بعدت عننا لان اهمل نفسه خالص خالص خالص. حياته اتبهدلت جامد. والله انا قلبي معاكي ده مرض لعين. ربنا يا رب يقي اولادنا كلهم من هذا المرض. عموما احنا مش هنسيبك وانا كنت فاكر انك انت عايزة اي حاجة تانية لكن احنا معاكي واحنا هنتكفل بعلاج ادمان ابنك كريم ان شاء الله. ويا رب يا رب يخف ويشفى هو وكل اللي زيه ان شاء الله من المدمنين ويرجعوا تاني عشان يقدروا يبنوا حياتهم ومستقبلهم. يا رب امين. حلمش منك يا رب يخليك دايما للناس الغلابة وربنا يبارك لك. الدكتور عمرو ما كنتش متوقع ان انت تبعت لي وتكلمني ما كنتش منتظر انت تكلمني وتقول رسالتي وصلك. الف شكر يا ابني. ربنا يبارك لك في صحتك ويخليك للناس الغلابة. نطلع لفاصل ونرجع نواصل برنامجكم ابواب الخير على راديو مصر ومعكم عمرو الليسي. نفتح سوا ابواب الخير. نفتح سوا ابواب الخير. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم ابواب الخير على اذاعه راديو مصر معكم عمرو الليسي. وبالتاكيد عندما نتحدث عن الدور المجتمعي للبنوك بنك قناة السويس من البنوك الهامة في عمل في مجال بنك قناة السويس من البنوك الهامة في مجال العمل الاجتماعي. معنا على تليفون الأستاذة نور الزيني رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية ببنك قناة السويس. بنك قناة السويس احنا عارفين انها مهتمة بالتطبيقات التكنولوجية والتحول الرقمي. ممكن حضرتك تديني التفاصيل ازاي الشباب يقدروا يقدموا فيها؟ اهلا بحضرتك دكتور عمرو. بشكرك طبعا على المجهود اللي بتبذله لدعم المجتمع من خلال برنامجك. الحقيقه طبعا السنه دي احنا تم فتح باب التقديم للدوره الرابعه لحاضره اعمال احنا اسمها حاضره اعمال التطبيقات التكنولوجيه لونش ساس مرعاها بنك قناه السويس. ده من ضمن مبادره اسمها مبادره رواد النيل. دي مدعومة من البنك المركزي المصري وبتنفذها جامعة النيل الأهلية. طبعا الحاضرة دي مهتمة بالتطبيقات التكنولوجية. يعني لو أي حد عنده فكرة software أو فكرة application أو platform بيقدر يقدم في الحاضرة دي. فالثلاث محاور اللي بيقدر أي حد عنده فكرة أو حلول تكنولوجية يقدر يقدم فيها. المحور الأولاني هو المحور الخاص بانه لو حد من الشباب عنده فكره بيهدف بيها نواجه تغير المناخ بحيث ان احنا نقدر نخلق مستقبل اكثر استدامه
وبنراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة. ده المحور الأولين. المحور الثاني، لو أي حد من الشباب عنده فكرة إنه هو أو حلول تكنولوجية أو software أو application أو platform يقدر من خلالها يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي، أي حد عنده فكرة يقدر يساعد بها الشركات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي بيقدر يقدم. أما المحور الثالث والأخير، لو أي حد عنده فكرة خاصة برضو حلول تكنولوجية تقدر تساعد في خلق خدمات مالية أسرع وأكثر أمانا من خلال التكنولوجيا المالية أو الفينتك، بيقدر برضو أنه هو يقدم. فدول الثلاث محاور الرئيسية. اللي بيحصل أن طبعا الشباب بتدخل على الموقع الإلكتروني لمبادرة رواد النيل، لو كتب مبادرة رواد النيل على جوجل بيطلع له الموقع الإلكتروني، بيدخل يختار برنامج حاضنات الأعمال وبيختار إن هو يقدم في حاضنة أعمال بنك قناة السويس لونش ساس. بشكر جدا الأستاذة نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية ببنك قناة السويس. دايما احنا بنوعدكم ان احنا ندخل البهجة والفرحة لقلوبكم ولبيوتكم، ودايما انا بحب اطمن في هذا البرنامج ان كل شيء بنعد به السادة المستمعين الكرام مستمعي راديو مصر وتحديدا برنامج ابواب الخير بتتحقق. عشان كده بحب اكلمهم بنفسي عشان اتأكد ان اللي احنا وعدنا به التزمنا به. فاكرين الست ام محمد اللي جوزها كان شغال نجار على قد حاله وتوفى من حوالي 20 سنة؟ انا فاكر، كمان ساب لها 3 ولاد، تعبت لغاية ما ربتهم وكبرتهم وعلمتهم وجوزتهم، اشتغلت عاملة نظافة عشان تقدر تصرف عليهم وعلى البيت، ودلوقتي جوزتهم وكل واحد في حاله. من فترة تعبت وبقت مش قادرة تشتغل، جالها مرض السكر وتعب في المفاصل، وكان نفسها في مشروع بقالها علشان تقدر تصرف بيه على نفسها وعلى علاجها. الحمد لله البرنامج بالتعاون مع الجمعية المحترمة اللي بشكرها جدا، جمعية الأرمان، قدرنا نعمل لها مشروع البقالة اللي كان نفسها فيه. هي معانا على التليفون دلوقتي. ازيك يا ست محمد، اخبارك ايه؟ ها طمنيني، ايه اللي حصل معاكي بعد ما كلمتك اخر مرة؟ لا يا دكتور عمرو، استنى معايا بعد المكالمة ان جمعية الأرمان بعتت لي المشروع وبعتت لي الحاجة اللي حضرتك يعني قلت عليها وصلتني، والحمد لله، وحاجة جميلة جدا جدا والحمد لله. مشروع البقالة جالك؟ الحمد لله الحمد لله، الوقتي الحمد لله يعني مشروع جه وشغل والحمد لله. أنا ظروفي كانت صعبة يعني، وجوزي كان تعبان وكده وتوفى ورحمة الله وكده، فأنا قلت أقول لحضرتك تعمل لي مشروع وكده، فكانت الرومان بعتت لي المشروع الحمد لله ونحمد ربنا ونشكر، وانا بشكر حضرتك وبشكر كمان. يعني دلوقتي اقدر اقول ان هذا المشروع هيساهم باذن الله في انك انت تعيشي بقى حياه جميله. الحمد لله، بشكر جامعه الأرمان وبجيب دلوقتي كل حاجه والمشروع شغال والحمد لله. الحمد لله المشروع يا دكتور عمرو خلى الدنيا يعني احسن واحسن الحمد لله. ربنا يكرمك واحنا دايما خدامينك وتحت امرك في رعايه الله. فاكرين استاذه ايمان طه اللي كلمتنا، كانت محتاجه جهاز عروسه لمنتهى ياسمين، وقالت لنا ان جوزها كان شغال نجار مسلح وعندها 3 بنات، جوزها جاله السكر والضغط وبعدها جاله القدم السكري، عمل عملية بتر في رجله الاثنين وتوفى من حوالي 11 سنة. اشتغلت بعد كده بتعمل اكل في البيوت وبتوزعه عشان تقدر تربي بناتها 3، علمتهم ودخلتهم الجامعة وجوزتهم، منهم 2 اتجوزوا وفاضل ياسمين مخطوبة ومكتوب كتابها وبقالها فترة وكان نفسها في جهاز عروسة. الحمد لله البرنامج بالتعاون مع المؤسسة المحترمة واحد من الناس اللي انا بشكرهم جدا جبنا لها الجهاز. تعالوا بقى نطمن عليها، هي معانا على التليفون. ازيك يا ست ايمان، اخبارك ايه؟ احكي لي بقى اللي تم معاكي بعد اخر مكالمة تمت بينا. ازيك يا استاذ عمرو، الحمد لله ربنا يخليك. كان فبعد ما كلمتني انا وقت المؤسسه واحد من الناس استلمت الحاجه اللي حضرتك ربنا يخليك لينا استلمتها بتاعت ياسمين، والحمد لله كل حاجه تمت بخير بعد ربنا وانت الحمد لله يا استاذ عمرو. كله تمام يعني؟ بشكر حضرتك يا دكتور عمرو كتير خالص، شكرا لحضرتك انك انت بعد ما وجهت لنا والحاجه دي من واحد من الناس احنا مش عارفين نقول لحضرتك ايه بصراحه. احنا كانت ظروفنا صعبه جدا، ياسمين يتيمه الاب، بابا مات بعد ما مات، كان بيت رجلي الاثنين من فوق الوبه، كان ادم سكري، والحمد لله ربنا بعتنا لحضرتك.
يعني وقفتي جنبينا بعد الظروف الصعبه اللي احنا مرينا بيها في صراحة يا دكتور عمرو. الجهاز جالك بتاع بنتك ياسمين؟ لا يا دكتور عمرو والله انا الحاجه كلها الجهاز اللي انت بعته لنا كله الحمد لله انا فرحانه بيه وفخوره بيه وكل حاجه انت قلت عليها جد. ربنا يخلينا مؤسسه واحد من الناس الله يبارك لك انت وكل من وقف جنبينا والحمد لله يعني وربنا يخليك لنا يا دكتور عمرو. طب الحمد لله ما تنسيش بقى تبقى تعزمينا على الفرح. ها طيب ربنا يبارك لك في ياسمين وفي اولادك ربنا يسعدك وتشيلي ولادها واولاد ولادها ان شاء الله. وعايز اقول لكم احنا مستمرين في تجهيز العرايس كلهم بس ابعتوا لنا انتوا واحنا تحت امركم ونجي لكم لغايه عندكم ونجيب لكم الجهاز. ربنا يا رب يفرحكم باولادكم كلكم. نطلع لفاصل ونرجع نواصل برنامجكم ابواب الخير على راديو مصر ومعاكم عمرو الليسي. ورجعنا لكم تاني ببرنامجكم ابواب الخير على اذاعه راديو مصر. معانا على التليفون رجل الخير اللي بنتعلم منه الخير اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه اورمان. اهلا بسيادتك يا سياده اللواء. ممكن تقول اللي بيسمعنا يا فندم ازاي يقدر يشارك تحفر بير مياه جوفيه لخدمه الاهالي في التجمعات والقرى الصحراويه؟ استاذ عمر السلام عليكم. وزي ما بقول لحضرتك دايما انت بتدل على الخير ودايما بنحس بكل مصر في كل مكان. احنا عاملين بروتوكول مع محافظه مطروح ومديريه التضامن الاجتماعي والجمعيات كل ده فن البروتوكول دقيق جدا بحيث ان عن طريق المحافظة وعن طريق التضامن الاجتماعي بنشوف اي تجمع بدأ في اي منطقة بنعمله هو بشبير جوفي ضخم عشان اكون دقيق في الكلام. بير جوفي على قد هذه مثلا 40 بيت 50 بيت 60 بيت وبعض الاحيان برضو انا بكلم منتهى الدقة هذه المياه بتطلع عن طريق مواتير وبنعمل مواسير وحنفيات بحيث ان كل الناس تستفيد بيها. ممكن بعد التحليل ممكن تطلع في بعض الأحيان مياه غير صالحة للشرب أو مياه صالحة للشرب لكن بيستخدم. ولو أنت يعني مثلا إنسان العادي أستاذ عمرو ده كلام دقيق جدا يعني أنا بشرب كم كوباية مية في اليوم 4-5 لكن بستعمل كم مية في كل الاستخدامات بقى إذا كان يعني ربة المنتل إذا كان في الغسيل إذا كان في النظافة إذا كان في شرب. طبعا كلهم عندهم حيوانات هناك إذا كان ماعز إذا كان فين إذا كان أي حيوانات فالمية دي صالحة لكل شيء عدا بعض الأحيان عدا الشرب. واحد بنقول لهم كده والحمد لله بنقدر نقدم هذه الخدمة. والله يا أستاذ عمرو تصورش عاملة إحساس جميل جدا إن لو أي في تجمع 30-40 في أي حتة بنلاقي نعمل لهم البير وبيتعمل بالرخام وبيتعمل بالسيراميك وبيتعمل بحنفيات وبيتعمل بحوض عشان نحافظ على كل مية ومواتير ومتابعة شهرية. وبعدين بنزيد كده أي حد عاوز يحط اسمه على هذا البئر إذا كان صدق فاعل خير إذا كان صدقة جارية إذا كان بنحط له هذا بالاسم. والله صلى عمر والحمد لله رب العالمين مع محافظة مطروح مع كل الجمعيات احنا لاقيين يعني تعاون وثيق مديرية التضامن الاجتماعي احنا كلنا بنشتغل معاهم تعاون جميل في هذا الموضوع وربنا يقدرنا على الخير في كل مكان باذن الله. بشكر جدا اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الاورمان. حلقتنا خلصت النهارده عشان القعده معاكم دايما حلوه فالاوقات الحلوه بتجري بسرعه. في بقى قاعده حلوه في علم النفس بتقول ما تمارسه يوميا تتعلمه بكفاءه. يعني اللي بيتمارض هيمرض واللي غوي قلق هيفضل قلقان واللي شايفها ضلمه عمره ما هيلمح النور. وفي المقابل المتفائل خير هيلاقي خير واللي مهما تقفلت في وشه قلبه حاسس انها هتفرج واللي مستني الفرج ربنا هيفرجها عليه واللي ظنه بربنا خير والله هيشوف الخير. باختصار انت حصيلة اللي بتقوله لنفسك. عشان كده عاوز اقول لكم ريحوا قلوبكم بشوية امل شوية تفاؤل شوية حسن ظن بالله. وافتكروا دايما ان مرت عليكم مواقف كتيرة كانت الامور فيها مقفولة لكن عدت وتحلت بايه؟ بكرم الله. احنا كلنا محتاجين نمارس الطمأنينة والتفاؤل وحسن الظن بالله والتوكل على الله. يا رب اجعلنا دايما عند حسن ظننا بيك يا رب. اللهم امين. اشوفكم على خير وصحة وستر وسعادة. كان معاكم عمرو الليسي. سلام عليكم.